واحد اثنين ثلاثة أربعة. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خفيفة وجميلة وقوية وثلاثة في ثلاثة. تعالوا نفتحها ونشوفكم. مظلة ثلاثة في ثلاثة، مطرية شمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب عليك نفتح. هاي شح يفتح قوي كبيرة. مظلة قياس 3 في 3 متر. بسم الله الرحمن الرحيم. لنفرض انت وحدك وعندك مشروع وتبيع على باب الله وتستخدم مثل هيك مظلة، فوحدك تقدر تنصبها 3 في 3 وسعرها 30 دولار، والكرتون يحتوي على 10 مظلات وممكن تكبرها وتصغرها على حسب الحجم اللي تريده. جودة ومتانة وبنفس الوقت خفيفة، مو ثقيلة بالوزن، يعني قوية وخفيفة بنفس الوقت، بس تحتاج انت تثبتها في مكان او بطاولة وتشتغل. كلش جميلة. هذه قياسها 3 في 3 متر. انا عندي هواية احجام عرضت لكم اياها. هذه اللي هي 3 في 3 متر. هذا وجهها. وهذا ظهرها. حلوة، تركيبها سهل وسعرها أيضا رخيص ب 30 دولار القطعة، قياس 3 في 3 متر. تعالوا نفتحها. أول شيء ننصيها، هواي صعدتها أنا وصارت بعيد عليه، ننزلها. تتحكم أنت الارتفاع على حسب اللي تريده. نزلتها، وثاني شيء تضغط هنا بهالطريقة هذه وتنزلها، وحاول تطلع راسك، مسدها على راسك. كل ما في الامر. بسم الله ترخي هذا. خلاص شفتوا، تلفلفها. الخامه مالتها كلش حلوه، شوفوها مطري شمسي، خامتها مطري شمسي، يعني المي ما يمسك بيها والحرارة تتحملها، يعني مثل حرارة العراق زلاطة. وهاي لفيناها. عندنا هواي قياسات، هذه اللي هي قياسها 3 في 3 متر، سعرها 30 دولار، الكرتون يحتوي على 10 قطع، ممكن تاخذ واحد كرتون اقل شيء. عرضنا لكم قبلها المترتين ونص في مترتين، وعرضنا لكم اللي مترتين ونص في مترتين كان سعره 17 دولار، وعرضنا لكم اللي هي مترتين ونص في ثلاثة، أو مترتين في ثلاثة، مترتين ونص في ثلاثة، اثنين في ثلاثة، عرضنا لكم اللي اثنين في ثلاثة كان سعره 22 دولار، وهسه هذه سعرها 30 دولار، 3 في 3 متر. وإلى هنا تنتهي المظلات، والسلام عليكم ورحمة الله، وخلونا نخليها هنا.